السلام عليكم. نشكر كل إخواننا المغاربة في الخارج وداخل الوطن، وكل مساهم في إبناء الوطن الحبيب. كل مساهم بحاجة قليلة ولا صغيرة ساهمتي بها، ربي غادي يعطيك سميتو، حيت تكون أنت غيور على البلد ديالك وغيور على الوطن ديالك، وتتبغى ديما يكون الفوق. كل واحد بطل في القلب ديالو. دابا تنقول لكم، يعني كل واحد تيكون غيور على البلاد ديالو، تقول ما عندناش السبيطارات، ما عندناش لابولانس ما تجي ليكش، ما عندناش بزاف ديال الحوايج، وتيتقلق الانسان. ودابا انا علاش هادشي تنقولو؟ لحقاش عشنا في واحد الحي شعبي اللي هو تنعرفو كاع المرشحين تيجيو يضحكوا علينا، تيبانوا لنا من سنين سنين، تيبانوا لنا تيبداو يضحكوا علينا، ما تلقاوي باش نشريو الدواء لا بوانا لا المنى باش نشريو الدواء لا والو. ونهار تموت تيجيب لك خزانة ويلصقها لك. واخويا علاش يلصق لي هاد الخزانة هادي؟ كما قلت في الفيديو السابق، علاش اخويا يلصقها ليا؟ الا كان موفر ليا لابيلانس، وكان موفر ليا طبيب، وكان موفر ليا المشفيات الزوينين، ما غاديش نوصل وما غاديش يجي يعني، ولا عمرو بإذن الله. ولكن الا انا عرفت لمن نعطي الصوت ديالي، الا انا عرفت لمن نعطي الصوت ديالي، انا تظهر لي في الدول المتقدمه تمشيو بعيد. يعني عطي الصوت ديالك ما تخسر والو، عطي الصوت، ولكن عطي لواحد اللي هو ما يعطيكش الرشوه. راه اللي يعطيك الرشوه راه تيضحك عليك طول عمرك، طول عمرك اخويا تيضحك عليك. لهذا تنقول لك الله يجازيك بالخير يا اختي يا خويا يا صغير يا كبير، اللي هو شاف شي واحد ينصحو ويقول ليه، يعني ما تخسر والو. ما غاديش تستنى، ما تبقاش في الحومه وشاد الحيط، يعني دير شي حاجه تنفعك، دير شي حاجه تنفعك، دير شي حاجه تنفعك. هذه تنقولها لكم نصيحه من القلب، والله الا من القلب تنعطيكم هذه النصيحه هذه. لحقاش حنا كلنا مغاربه وحنا غيرون على البلاد ديالنا، وتنبغيو البلاد ديالنا كلها تكون فوق. انت صوت على ما بغيتي، المهم ما تخليش واحد يضحك عليك ب 50 درهم ولا ب 100 درهم ولا ب 1000 درهم. ما تعطيش الصوت ديالك، هذاك راه الصوت ديالك راه غالي، راه الصوت ديالك تتقتل به الامه ولا تحيي به امه. صوت ديالك ممكن بحال شي واحد شفت شي فيديو، الله الله تعالى ما نكونوش بحال دوك الناس، يعني تعطيو جوج ديال الدجاجات وجوج ديال الدجاجات، قول كل نهار يبقى يعطيك جوج دجاجات، قول ليه كل نهار يبقى يجي يعطيك جوج دجاجات. اسيدي انت خذ واحد الحاجه اللي هي غادي تجري عليك طول عمرك، طول عمرك اجري عليك هذا الشيء، هذا غيجري عليك طول عمرك ان شاء الله. حنا دير غير النيه وسير. حنا المغاربه راه عارفين شنو تيسوى، والحاجه الى هضر فيها صاحب الجلاله راه تمشي بعيد، نصره الله. يعني جزاكم الله خير، اللهم تعالى ربي يكمل لبلادنا بالخير، وبلادنا الخير والله الا هنايا في فيينا وفي العالم، دارت العالم كامل تذكروا بلادنا غير بالخير، والله الا تذكروا بلادنا بالخير، بلاد الامن، بلاد الاستقرار. فيها شي حوايج ما تقولوش، فيها شي حوايج ما مقدش، ولكن نتوما خصكم تقدوها، نتوما اللي معلق بكم الامر. دابا كل شيء دابا تحت يديكم، الا بغيتي نتوما تنوضوا راه غتنوضوا، ما بغيتش تنوضوا راه ما عمركم ما تنوضوا. حنا زعما كاملين، حنا مغاربه، واحترموا الرايه، احترموا الرايه الحمراء خضراء، الله يرحم الوالدين، احترموها. ورانا عارف كلكم، راه كلكم الى تفرجتي شي غير مغربي يربح ولا شي حاجه تنوض فيك هذيك سميتو، وخصها هاكا تكون فيك، هاكا تكون فيك في الانتخابات، تكون فيك في اي حاجه. الله، الوطن، الملك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.